ومتابعين اخبار الصباح لليوم، ورح ناخذ هلا اتصال مباشر مع نشأة الدياب، نجل الممثل علي الدياب. نحن امبارح كنا حكينا عن الوضع الصحي للممثل علي الدياب، ومفيده كان انه وزاره الصحه هي كانت عم تتكفل علاج الممثل علي الدياب، ولكن رجعنا عرفنا انه وزاره الصحه مش عم تتكفل هي بعلاج علي الدياب، ويمكن وضع الممثل علي الدياب مشابه لعدد كبير كمان من الممثلين يلي بيوصلوا للاسف بآخر مشوارهم الفني إلى المعاناة، خاصة فيما يتعلق بوضعهم الصحي. صباح الخير أستاذ نشأة. ألو 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 إيه صباح الخير أستاذ نشأة. ألو ألو نعم، يمكن الاتصال. أستاذ نشأة عم تسمعنا؟ لا هلا سمعت آخر كلمة يعني بس. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيكي. اوكي استاذ نشأة، بدنا نحكي عن وضع الوالد الممثل الكبير علي دياب يلي عرفنا انه وضعه الصحي عم يدهور للاسف وهو بالمستشفى، خبرنا شوي عن صحته، كيف صحته؟ يعني هلا بالوقت الحاضر بعده وضعه حرج، بعده بالعنايه الفائقه. نعم. بعده تحت المراقبه. ما كثير الربيع عم يشتغلوا لانه اوريدي مسكرين على الاخر. يعني هذا الوضع بصراحة، فالاتكال على الله وعلى الحكماء، يعني لنشوف شو حيصير. نعم، قديش الوالد له موجود بالمستشفى؟ له بحدود الخمس أيام. نعم. أو ست أيام يعني. نعم. وهو بمستشفى جبل لبنان، أكيد أنا بتشكر إدارة المستشفى لاهتمامهم ومتابعتهم لوضعه الصحي. نعم. والدكاترة باسم الطوارئ دائما وقت بيستقبلوا بيهتموا بكل التفاصيل يعني، وبتابعوا وضعه بشكل كثير دقيق، فأكيد شكرا لهم. نعم. نعم. قديش النقابة أو الزملاء الفنانين كمان عم بيكونوا متواجدين حدكم؟ الحقيقة في الأستاذ إحسان صادق عمل زيارة للوالد. نعم. وفي الأستاذ فؤاد حسن، وفي استاذ مري عبد الله صاحب مجله الوان كمان بيتابع وضع الوالد كل يوم بيومه يعني. واستاذ احسان عمل له زياره، وبعده كل يومين بيتصل كمان بيسال عن وضعه. نعم. ف يعني هم الزملاء الوسط الفني اللي عم بيتابعوا وضعه. نعم استاذ نشأة، تم تداول بعض الاخبار على انه وزاره الصحه عم تتكفل بالعلاج، هذا الشيء اللي نحن عم ننفيه اليوم، بس اي شخص من وزاره الصحه، بركي الوزير او ما بعرف، حدا اتصل سال، حدا عم بيطمن عنه؟ الحقيقه لا، ما حدا تلفن، ما حدا سال، وانا شخصيا ما عندنا لوم نحن يعني. بعرف انه اليوم في كثير مسائل يمكن يكون بتهمهم، انه يعني ما فينا نلوم حدا وما عم نلوم حدا، بس انحكى كثير انه هن اهتموا كوزاره او هن تكلفوا باي شيء، لا هذا الشيء منه صحيح. نعم. والحمد لله نحن ما طلبنا منهم، والحمد لله نحن مش بحاجه يعني. نعم. انا داخل ضمان ومدخل على اسمي انا بالضمان. نعم. نعم، وعلى نفقتنا نحن يعني الحمد لله، ونحن ما عندنا عتب على حدا، بس عندنا عتب انه تداولت هيدي الاخبار، هي الاخبار منا صحيحه. نعم. وهيدي هي الخبريه يعني بس مش اكثر. نعم، الوالد من مواليد عام 1928، عمره 88 سنه. لا، الوالد من مواليد العام 1927. 27، اوكي، عمره 89 سنه، هو اكيد شارف على عمر ال 90، نحن بنتمنى له الصحه. هو مشواره الفني كان طويل، وهو نحن يمكن بنعرفه كممثل، بس هو كمان اشتغل فتره بالمكياج الفني بالافلام السينمائيه، يمكن هذا جانب ما بنعرفه كمان. ايه، هو كان ممثل واشتغل بالمكياج السينما ومسرح وتلفزيون، وهو كتب ثلاث مسلسلات انعرضوا يعني تلفزيوني، وكتب عدة حلقات للإذاعة اللبنانية لصوت الوطن، فعنده كتابات بالإذاعة وبالتلفزيون. نعم. وبلس أنه هو مثل وعمل مكياج. نعم. أستاذ نشأة، ما أغريك المجال الفني أنك تمثل أو تدخل بمجال الفن؟ بلا، انا بعمل مكياج للمسرح والسينما والتلفزيون. بس قصدي مش تمثيل. بس تمثيل لا، تمثيل لا. بصراحة أنا شفت الوسط الفني كيف، وشفت الممثلين، ويعني بعرف أن الممثل ما بيقدر يعيش،
يعني أهم ممثل بيبرز لفترة محدودة وعمره قصير وبيرجع بينتهي دوره يعني. هيدا الكلام كان يقوله الوالد؟ لا ما كان يقوله الوالد، بس أنا كنت شوف، لأنه أنا كنت دائما أروح معه بالوسط الفني وشوف شو عم بيصير. ويعني إذا بتراقب التلفزيون أو المسلسلات بتشوفي قد إيه بيطلع نجوم بيرجع بيهبطوا مضبوط يبينوا، خاصة هلا يعني بالأول كان في تلفزيون واحد هو تلفزيون لبنان فيضل الواحد معروف، بينما هلا لعدة التلفزيونين فالسوق واسع كثير وفي عالم كثير. مضبوط، وللأسف هيدا الكلام بيرددوه كل الممثلين خاصة الكبار يلي عاصروا الزمن الذهبي لتلفزيون لبنان ولا القطاع التمثيلي بلبنان. على أي أعمال كنت ترافقه؟ شو اللي بتتذكره؟ كثير أعمال أنا اشتغلت معهم حتى بالمكياج، لأنه كان يكون في إنتاج محلي ينبيع لدول الخليج خاصة بالمسلسلات التاريخية. في كتير أعمال أنا كنت موجود فيها، حتى بالمسرح أنا كمان كنت موجود. يعني أنا بتذكر مسرح أستاذ يعقوب الشدراوي الله يرحمه، الطرطور والعطب على البصر وبلا لعب يا أولاد، هالمسرحيات اللي هي كتير مهمة. حتى مسرحيات الأخوين الرحابني، يعني أنا كنت طفل وروح معه مسرح شوشو، كمان كنت روح معه على المسرح ويكون عندي مثل أنا روح معه. من أنا وطفل يعني رفقته بكتير مشاوير يعني مهمة. وذكرتك أكيد غنية بهاللحظات الاستثنائية أكيد. نحن نتوجه يعني بالشفاء العاجل، نتمنى أنه الوالد يظهر من المستشفى قريبا ويرجع هيك يسترجع صحته تنقدر هيك قد ما فينا كمان نكسب وجوده وخبرته الكبيرة. حدنا أنا بس بدي أتوجه بالشكر للصليب الأحمر اللبناني يلي ما في مرة دقيني لهم إلا وما لبوا النداء. بدي أتشكرهم من قلبي، لأنه عن جد هول الناس كتير بيعطوا وقت. نحن أكثر من مرة بيي دخل على المستشفى وهن الأشخاص الوحيدين اللي كانوا كفؤين أنه هن يقدروا ينقلوه، وهن الوحيدين بيلبوا النداء يعني. بدي أتشكر الصليب الأحمر اللبناني كتير من كل قلبي. وفي شخص كمان بشكره هو عنصر بالدفاع المدني تابع للجماعة الإسلامية، وقت اللي كانوا عاملين له بي ركض وساعدهم لأنه كانوا عدد قليل. اسمه عمر. هول الأشخاص اللي نقلوا بي على المستشفى بحالة الطوارئ أنا بدي أتشكرهم وبقول لهم عن جد من قلبي ميرسي كتير، وإن شاء الله نقدر نكفيهم بأوقات تاني يكون أوقات حلوة يعني إذا الله رب. نعم، نحن كمان بنوجه لهم تحية ومنحملك كل التحيات للوالد على أمل الله يقيمه بالسلامة ويرجع يستعيد عافيته وصحته. شكرا لمداخلتك أستاذ نشأت. ميرسي كتير، الله معك. من أعمال الأستاذ علي دياب رح نشوف مشهد من بنت الحارس. إن كنت تفقد قتلي قتلتني مرتين، إن كنت تفقد قتلي قتلتني مرتين، قتلتني مرتين يا عقد الحاجبين. لطيفة هالبنت. عم تجي لعنديك؟ لا، ليش؟ لا ابدا، سؤال بس. اولاد بتحكي انه شفتنا. ابصر، سلمت منك، يعطيك العافيه بنتي. بك شي زعلان كبيي؟ ابدا، بس مش معود على هيك حفلات. كاسك يا ريس. حفلة البلدية بتصرفوا علي الما فتح ورزق، بس نحن تطردونا من شغلنا بحجة التوفير؟ ييه، شو جايبوا هيدا لها؟ تقدموا لها من بعد ما بنينا الليلينا سهر تنحرس الليليكن، رميتونا مثل الزبالة على الطرقات. اظهر من هون احسن ما اعمل لك شي كفانة. خليك عندك شفنا اسعد كمان الممثل القدير بهالمشهد، كمان الله يطول بعمره، بنوجه له تحيه وتحيه لكل الممثلين الكبار يلي شاركوا باعمال العصر الذهبي للتلفزيون. نحن بنتابع حلقتنا مع الموسيقى الدكتور جمال ابو الحسن. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. ثانك يو. صباح النور. منيح؟ كله منيح؟ عجقت ساعه شوي وتعصيب. نعم؟
جيت من الجبل كان في شويه عجقه ف ايه ويوم الثلاثاء من بعد من بعد الفرصه لانه بتبقى الطرقات عجقه. رح نحكي عن سيمفونيك كولرز هذا الالبوم الاسطوانه الثامنه لك. بدك نشوف فيديو بالاول؟ ايه نتركك ايه ترتاح exactly. شوي يلا exactly. شو بعد ما جهز لا بعد ما جهز بس خلينا عرفنا عن الاسطوانه هي الثامنه وهي الاولى السيمفونيك يا اكزاكتلي هذا بالاعمال الكلاسيكيه او السيمفونيه اللي مؤلفها قررت من 3 سنين انه اشتغل عليها ونزل الالبوم لانه يعني اخذت وقت شغل 3 سنين 3 سنين فيها 10 اعمال سيمفونيه من عده مراحل من لما كنت بفيينا عم بألف موسيقى لما كنت بامريكا عم بألف ولما ألفت الاشياء الاخرانيه هون بلبنان فيها هيومن رايتس اوفرتشور هيدي شغله كثير مهمه يعني هيدي كتبتها مناسبه اليوم العالمي لحقوق الانسان اكزاكتلي وتقدمت باليونسكو مع بالتعاون مع اليونايتد نيشنز والاوركسترا الفيلهارمونية وبعدين في سيمفونيك بويم في اربع رقصات عربيه يعني هيدي مستوحيه من الفولكلور العربي واللبناني وعملها باسلوب سيمفوني. طب شو اللي بيدفع جمال ابو الحسن انه يقدم عمل اوركسترالي؟ حسيت انه انا كنت كثير مشغول بالاوديو فيجوالز والمالتي ميديا والشوز صار وقتها يعني صار وقتها انه لازم يكون موجود منشور اتليست يعني لانه اعمال يعني اي ثينك مهمه جدا جدا يعني. لا بتقول انه بعض الاعمال اشتغلتها وقتها كنت بامريكا والبعض الاخر وين بفيينا شو بتختلف مثلا البلد له طابع خاص بأثر عليك بطريقه معينه البلد وكمان بنفس الوقت المرحله اللي كنت فيها مثلا المراحل الاولى كانت ديفرنت يعني كم سنه لورا عم نرجع بالمراحل عم نرجع من اخر الايتيز يعني اف هالقد اوكي يعني في عملين بالايتيز وبالناينتيز بامريكا والباقيين كلهم يعني 10 سنين تقريبا فرق بين مرحله ثلاث مراحل ثلاث عقود يعني طيب شو بيميز كل مرحله عن الثانيه شوفي بالبدايه لما كنت انا بفيينا كنت كثير محمس وبدي اعطي يعني الماكسيموم وافكار كلها جديده وفي اشياء شوي كومبليكيتد كانت بتعرفي عرض عضلات يعني كان طبعا باول بعدين مرة. بعدين صار مور انتو يعني دب اكسبيرمنت اوكي يعني واكثر عمق وفيها فكر اكثر طبعا اكسبيرينس بخلي ايه الواحد ينضج بالنهايه فانا من بعد فيينا رجعت رحت على امريكا وفت بالالكترونكس وبالموسيقى التصويريه فصار في اتجاه ثاني اتجاه كليا مختلف مش كثير مختلف يعني هو في اساس منيح الاساس اكسبيرمنتال اكثر تجريبي اكثر يمكن او تشوف لوين ممكن توصل بالموسيقى وشفت انه بالالكترونكس في اشياء ما إلى حدود طب هون السؤال يعني جمال ابو الحسن نحن براسنا معروف بهالاشياء بهالالكترونكس هالموسيقى اللي كمان دائما فيها بروجكشن وهالعروض السماعيه والضوئيه يلي البصريه اللي بنشوفها قديش رجعت لكلاسيكيات او هيك التزمت هلا بهالعمل الاوركسترالي الجديد او ضل في هالنفحه الخاصه بجمال ابو الحسن ايه اكيد في حتى الاعمال الكلاسيكيه والسيمفونيه يعني مش بمعناها الكلاسيكي الكلاسيكي المعاصر يعني دائما بدخل عناصر جديده كثير فيها حتى بدخل سينثيسايزرز الكترونيك انسترومنتس من ضمن الاوركسترا اللي فيها 100-110 عازفين سم تايمز مع كواير 150 بيكونوا على الستيج فبحب دائما انه اعطي نفحة او حتى الفيجوالز مثلا هيدي هيومن رايتس عملناها مع فيجوالز كانت اللي عم بتعبر عن حقوق الانسان انت بتشتغل على الفيجوالز او في فريق معين في فريق وفي عندي مخرج بامريكا كمان بيشتغل معي بس سم تايمز انا بعطيهم الافكار يعني بتلاقي انه هيدي الافكار بتلبق على هيدي النغمه او هيدي الموسيقى بعدين الشيء اللي عم بعمله بالفيجوالز شوي له دخل يعني متعلق بالموسيقى دايركتلي يعني انا الفيجوال سينكرونايزد متزامن كثير سينكرونايزد يعني على التاتش يعني تبع تبع
تبع الكيبورد او تبع البيانو تبع الآلات الموسيقية يعني مع كل يعني انه كثير يعني النغمة هي نفسها بتعطيك كل مفتاح بيعطيك. اي متى كانت اخر مرة على المسرح؟ مشي سنتين او ثلاثة؟ لا عملت عدة عروض يعني بس كان في عرض بصري سمعي كثير كبير، ما بعرف اي متى كان، رح يكون مختلف بكل الاحوال. هلا رح نشوف نتفه مشاهد من ارشيفك وبنرجع بنتابع حديثنا وبنحكي عن الحفله الجديده. هلا المهرجان بقطر، كنا عم نحكي تحت الهواء، والمعزوف اللي عم نسمعها بالألبوم يلي قبل هيدا اسمه ميست، هي المقطوعة اسمها سبيسز. من هون من هيك عم نشوف هالفضاءات وهالكواكب اللي عم نشوفها. خلينا نقول انه الجمعة الجاي خلال توقيع الألبوم يعني رح يكون كمان إطار مميز، رح بتكونوا موجودين بكنيسة مار يوسف للآباء اليسوعيين بشارع مونو. مزبوط، بالكنيسة في الكريبت اللي هو بالطابق الأرضي تحت كثير هيك صالة حلوة كثير، بنعمل فيها معارض وعقد، فهونيك رح يكون إطلاق الألبوم الرسمي. أوكي. وبعض الكلمات يعني مشاركين معي بهالمناسبة وزارة الثقافة والأوركسترا. رح يكون في عزف مباشر رح بعد إطلاق الألبوم بالكنيسة، رح يكون في الكونسرت الكبير اللي هو مع الأوركسترا الهرمونية. فينا ناخذ الألبوم؟ ورح يكون بقيادة المايسترو فؤاد فخوري، رح يتقدم لإلي عمل جديد، هذا كاتبه آخر عمل بيكتبه اسمه سينفونيك أراباسك، بالإضافة لعمل لفاغنر ولتشايكوفسكي السينفونية الرابعة. أوكي، خلينا نقول أنه المايسترو فخوري إجا خصيصاً من نيويورك ليشارك بهالحفل. شغل قبل مع أوركسترات يعني مع أنا؟ إيه؟ إيه كتير طبعاً. لا بس يعني كهيك أعمال كلاسيكية يعني لأمتاً بنرجع فيهم للزمن؟ من لما كنت بفيينا، بفيينا تقدم لي كثير اعمال، وبامريكا كمان مع اوركسترات كبيره بروفيشنال، وباليابان وبايطاليا. اوكي خلينا كمان هذا هيومن رايتس، هذا حلو. ايه عم نشوف مشاهد من دخان بلا نار لسمير حبشي، الموسيقى يلي الفيلم يلي وضعت له موسيقته، والمشاهد هن مع كورال الفيحاء. كورال الفيحاء هن مسجلين الجينيريك معي كانوا، وبقدم عادة بالعروض المشهدية الموسيقية. طيب وقتها بدنا نطلع على المسرح، فيها هالقد عناصر حوالينا، ان كان كورال ان كان العازفين والفيجوالز يلي عم نشوفهم،
قديش هيدا الشيء هيك بتحس بهال ما بعرف فولفيلمنت او اكزاكتلي هيك غني كثير يعني المشاهد والمستمع بيكون محاط بالفن الفيجوالز كمان عم بتكون شوي سراوندينج الساوند بيكون 3 دي سراوند ساوند يعني بيسمع الموسيقى من كل الاتجاهات وعم بيشتغل على فيجوالز جديده يعني اهم من هاي بكثير على التكنولوجيا تقدم بتصير تشوف هيدا قديمه هذا المشروع يعني. ايه المشروع الجديد طيب دكتور بين الثمانينات والتسعينات وهلا قلت لنا انه السي دي بيتضمن كل هيدا المرحله عاده الاشياء لما نرجع نسمعها بنغير فيها اذا في شيء مش عاجبنا مزبوط. معقول المقاطع الموسيقيه كمان بتغير فيها غيرت كثير انا مشكلتي انه ما برضاش دائما بحب اغير وزيد طبعا للاحسن يعني بتخليها تصير كلاسيكيه اكثر تتماشى مع لا بالعكس هي كانت شوي كلاسيكيه ترجع للي انت يعني ممكن اعمال قديمه لك نرجع نشوفها بالالبوم جديد تكون إيه؟ هيك صار فيها حداثه اكثر انا لانه في عندي كثير اعمال بعدها مش منشوره ولا حتى مسجله ولا معزوفه يعني ف يعني كل يعني فتره لازم ارجع اعمل بتغير فيها كل ما بتسمع عندي عم بشتغل على عمل الموسيقى التصويريه اللي عملها يعني ميوزك فور فيلم كمان عم بعمل له البوم يمكن سنتجي خالص بهيدا الاطار باطار الافلام الموسيقى التصويريه للافلام وينك هلا ويني ملتهي هون بلبنان بالتعليم هزة الراس ايش جديد ما عدتش اشتغلت كثير بامريكا كنت بلوس انجلوس فتره طويله يعني انشغلت عن الموضوع ركزت على وبالافلام بلبنان ما اشتغلتش افلام كثير الا بس يمكن مسلسل وهيدا فيلم سمير حبشي نعم هلا بس في اكيد التركيز مثل ما قلت على الالبوم والشوز اللي عم بعملها والمطاعم شو في مواعيد هلا نحكي عنها على السريع قبل ما نعطي تفاصيل عن توقيع الالبوم ولا عم بحضر عمل مهرجان مهم العمل الجديد تبعي انا اي مهرجان مهرجانات دوما عم بنسى اوكي دوما ب 29th of July اوكي هذا اخر انتاج رح نعطي تفاصيل لكان عن حفل توقيع البومك الجديد يلي هو نهار 13 الشهر اي الاسبوع المقبل على الساعه 8 المساء التوقيع رح يكون بابو الساعه 6 التوقيع الساعه 6 بالابو وال8 بتبلش الحفله مع الاوركسترا الفلارمونيه اللبنانيه بكنيسه مال يوسف للاباء اليسوعيين منو الدكتور جمال ابو الحسن شكرا لحضورك معنا باستوديو اخبار الصباح كل التوفيق لك ونحن هيك الفتره بننبسط معك فعلا لانه بتبين لنا هالمره شوي كلاسيكي اكثر لا بس حلو التنويع النفحه الخاصه فيه اهلا فيك دكتور اهلا فيك ثانك يو بريك وبنرجع